بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأخر. قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم، يعني عكس ما كنت ظن، هو جاءوا عليهم السلام لتبشيرك وتبشير زوجتك بغلام عليم. ما هو فات من اليأس وشيخه سيدنا إبراهيم ملا معاه سن اليأس الفاتت، قالك غلاما أراد الله ذلك فيكون سيدنا إسحاق عليه السلام، ومن بعد إسحاق سيدنا يعقوب إسرائيل عليه السلام بغلام عليم. يعني ملا كثير العلم اللي يمشي مع حقيقة لا العلم المتوهم. وعلى اليوم اللي قالوا أتباع سيدنا إبراهيم ولا صلة له بهم لأنهم هم عباد آلهة كاذبة، هل كلاب اليهود ونصارى أهل الخسارة عموما إلا من رحم ربنا. ويقولوا احنا العلم في التكنولوجيا ليس بعلم، هو من صناعة معينة ما عندها صلة بالعلم الحقيقي، عندها صلة بالتجارب سكي اكسبيرون سكي امبيريك. اما باش تقول لي علم، لا العلم يعني يدخل الحقيقه كما هي. الالكترون تجي تقول علمت الالكترون، اعطيني انواع كيفاش علمك بالالكترون، هل عرفت بالضبط تركيبته كيف يؤثر وكيف يتاثر وكذا، عندك الكل. ما انا شو نقول وقت اللي كل مرة تلقاو أشياء وتلاحظوها ولا تزيدوا نظريات على نظريات تشربكوها ويبالكم النظرية كافية باش نوصلكم للحقيقة. ما تصل الحقيقة إلا ما يأذن الله. إذن أرجع إلى اليهود خسارة، اليهود ونصارى وهم أهل خسارة في الدنيا والآخرة، كذبوا على الله، لا صلة لهم بالعلم المقصود في هذه الآية. عليم سيدنا إسحاق نعم، نبي كريم نعم، ابن سيدنا إبراهيم الخليل نعم عليه السلام، أب سيدنا إسرائيل يعقوب نعم، وجد سيدنا موسى عليه السلام نعم، جد سيدنا زكريا نعم، جد سيدنا عيسى عليه السلام نعم. نعود إن شاء الله تعالى.